قال الرئيس السيسي إن الحالة العمرانية للمدن السكنية في مصر من 100 عام كانت أفضل مما هي عليه حاليا، كما أشار إلى أن المظهر غير الحضاري للمدن السكنية يرجع إلى أن التوسع العمراني العشوائي تم في غياب الدولة في السابق. ما يصعبش علينا يا دكتور عاصم. يصعب. لا صحيح، ما يصعبش علينا إن احنا نبقى من ده من 100 سنة، نبقى اللي انتوا شايفينه بعد كده دلوقتي. طيب نرجع بقى لنقطة مهمة أنا عايز أقولها، اللي هو فين حالة الدولة؟ فين إيه؟ فين حالة الدولة؟ ده حتى لو كان عمران يعني، ها؟ لكن ده غياب للدولة. غياب إيه يا دكتور؟ دولة مش حاضرة. دولة إيه؟ غير حاضرة. هات اللي بعدها بقى، اللي بعدها خالص. هات دي دولة مش موجودة. دولة ايه؟ ويبقى يتصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده، عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة فين. لا، ده احنا كلنا مع بعض، دي بلدنا ونخلي بالنا منها.